ومن ثم أطالب مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تطلع بدورها في تمويل التنمية بإفريقيا بأفضل وأيسر الشروط، مؤكداً أن القارة الإفريقية هي قارة الفرص التي يمكن أن تكون قاطرة جديدة للاقتصاد العالمي، خاصة مع إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية وتعزيز ترتيبات التكامل الإقليمي ووضع استراتيجية طموحة للبنية التحتية. وأشير في هذا الإطار إلى مبادرة مصر بالدعوة لعقد النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في ديسمبر من العام الجاري بمدينة أسوان، ليكون نموذجاً لإطلاق الحوار بين الفاعلين الدوليين والإقليميين من القادة السياسيين والمؤسسات التمويلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لوضع المبادرات والآليات الدولية والإقليمية في إفريقيا موضع التنفيذ. السيد الرئيس، إن تصفية الأزمات المزمنة الموروثة شرط ضروري لأي عمل جاد لبناء منظومة دولية أكثر فاعلية، والمثال الأبرز في هذا الشأن هو أقدم أزمات منطقة الشرق الأوسط وهي القضية الفلسطينية. إن بقاء هذه القضية دون حل عادل مستند إلى قرارات الشرعية الدولية يفضي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لا يعني فقط استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، وإنما يعني أيضاً استمرار مرحلة الاستنزاف لمقدرات وموارد شعوب منطقة الشرق الأوسط. وأستطيع بضمير مطمئن أن أؤكد ما سبق وذكرته على هذا المنبر في السنوات الماضية من أن العرب منفتحون على السلام العادل والشامل، وأن المبادرة العربية للسلام لا تزال قائمة، وأن الفرصة ما زالت سانحة لبدء مرحلة جديدة في الشرق الأوسط، إلا أننا بحاجة لقرارات جريئة تعيد الحق للفلسطينيين وتفتح الطريق أمام نقلة كبرى في واقع هذه المنطقة. بل وبدون مبالغة، في تاريخ النظام الدولي كله يترتب عليها إقامة منظومة أمنية واقتصادية في منطقة الشرق الأوسط قوامها السلام والأمن والتعاون والمصلحة المشتركة.